مرحبا ويعطيكم العافية. اليوم رح نحكي عن أسباب تعلم اللغة الإنجليزية، خليكن معنا. حسب أشهر مدارس تعليم اللغة الإنجليزية والحاصلة على عدة جوائز في هذا المجال، توصلوا إلى 10 أسباب رئيسية تجعلك تختار أو تبدأ بتعلم اللغة الإنجليزية. يلا لنشوف السبب الأول. English is the most commonly spoken language in the world. الإنجليزية هي أكثر اللغات شيوعاً أو تكلماً في العالم. بناء على دراسات أجرتها هذه المدارس، فإنه واحد من كل 5 أشخاص بيتكلم اللغة الإنجليزية أو على الأقل بيفهمها. أما السبب الثاني فهو English is the language of science, aviation, computers, diplomacy and tourism. الإنجليزية هي لغة العلم والملاحة الجوية والحاسوب والدبلوماسية والسياحة. اكتساب هذه اللغة تزيد فرص الحصول على الوظائف في المجالات المختلفة، المجالات العلمية، الملاحة، الحاسوب، وحتى في السلك الدبلوماسي والسفارات، وكذلك في السياحة والفنادق إلى ما هنالك. السبب الثالث هو أنه English is the official language of 53 countries. اللغة الإنجليزية هي لغة رسمية في 53 بلد حول العالم طبعا، بمعنى أنك تستطيع التواصل مع ملايين الناس بدون أدنى مشكلة من حيث الكوميونيكيشن التواصل، هيك بتكون تغلبت على أكبر حاجز هو حاجز اللغة. السبب الرابع English is spoken as a first language by around 400 million people around the world. يتكلم اللغة الإنجليزية حوالي 400 مليون شخص كلغة أولى حول العالم. المقصود باللغة اللغة الأولى يعني هن الناتيف سبيكرز، يعني اللي بيحكوا اللغة الإنجليزية كلغة أم، يعني فعلا هذا عدد كبير. يعني السبب الخامس English is the language of the media industry. الإنجليزية هي لغة وسائل الإعلام أو صناعة الإعلام، وبذلك لا تحتاج إلى ترجمة والبحث عن ترجمة الأفلام والأغاني والكتب، وخاصة أنه الترجمة، يعني هذا معروف في مجال الترجمة، أنه الترجمة تجعل المادة المترجمة تفقد بعض ميزاتها ومعانيها، وخاصة الأدبية، صور أدبية وإلى ما هنالك يعني. نعم. السبب السادس هو أنه English is also the language of internet. الإنجليزية هي لغة الإنترنت. العديد من المواقع الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ينشرون باللغة الإنجليزية، فإذا كنت تستطيع تكلم اللغة الإنجليزية وفهمها، ففيك تتفاعل معها وتشارك في المنتديات والنقاشات المعروضة على الإنترنت، وهي كثيرة يعني. سابعا English is based on a simple alphabet and easy to learn compared to other languages. الإنجليزية تعتمد على أبجدية بسيطة وسهلة التعلم مقارنة باللغات الأخرى. يعني مثلا إذا قارنا اللغة الإنجليزية باللغة الألمانية أو اليابانية أو الصينية، فبرأيكم أي لغة هي الأسهل تعلما وبسرعة كمان في زمن قياسي يعني؟ طبعا أكيد هي اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية الألفابت تبعها الحروف اللاتينية أسهل من الحروف اليابانية والصينية واللغات الأخرى. في لغات كتير أصعب، تتفاوت الصعوبة من لغة للغة، ولكن الإنجليزية حسب دراسات يعني اللي قامت فيها هذه المدارس المختصة أن الإنجليزية أسهل. نعم. ثامنا English is not only useful, it gives you a lot of satisfaction. الإنجليزية ليست فقط مفيدة، فهي تعطيك الكثير من الرضا والارتياح في رحلتك في تعلم اللغة الإنجليزية. كل يوم تتعلم شيء جديد، بتطور يوم بعد يوم، هذا الشيء بيعطيك شعور حلو وبتحس انه وقتك ما راح على الفاضي، وانك تكتسب يعني لغة عالمية على مستوى العالم، لغة ما في احسن منها يعني من حيث التواصل وكل شيء. السبب التاسع هو اهم الاسباب بالنسبة لي كشخص يعني. There are thousands of schools around the world that offer programs in English. يوجد الاف المدارس حول العالم تقدم برامجها التعليمية باللغة الإنجليزية. يعني هيك بتكون أبواب الدورات، المدارس، الجامعات كلها مفتوحة أمامك يعني من حيث اللغة، وكشرط اللغة الإنجليزية في الدخول هذه الجامعات وأخذ هذه الدورات. أغلب الجامعات الأجنبية وبعض الجامعات المحلية طبعا تشترط اللغة الإنجليزية كشرط قبول، شرط دخول، وكذلك تقدم برامجها كلها، برامجها التعليمية باللغة الإنجليزية.
حتى هون بالمناسبة، هون بالنرويج فيك تعمل تاخذ دراسات عليا، ما بيطلبوا منك لغة نرويجية، فقط لغة انجليزية. يعني اذا فيك، اذا بدك تدرس ماجستير في النرويج فانت بتحتاج فقط اللغة الانجليزية، ما في داعي للغة النرويجية بتاتا نوعا ما. السبب العاشر والاخير هو by learning English you will also learn about other cultures. عن طريق تعلم اللغة الانجليزية سوف تتعلم وتتعرف على الثقافات الاخرى. من هذه الثقافات طبعا الثقافة البريطانية، الأمريكية، الأسترالية، والكندية، نيوزيلندية، وثقافات أخرى من الثقافات اللي بتحكي إنجليزي. مثل ما مر معنا أنه في 53 دولة تعتبر اللغة الإنجليزية رسمية بها، يعني ثقافات متعددة ومتنوعة، فالدخول إلى هذه الثقافة هو اللغة الإنجليزية. نعم، بتمنى ما أكون طولت عليكم وتكون استفدتوا من هذه المعلومات، وإذا في عندكم أسباب أخرى أتمنى تضيفوها بالتعليقات، وإلى اللقاء في حديث قادم.